هروح لمنتخب مصر لكرة السلة اللي بيلعب حاليا مباراته مع كوت ديفوار في ثالث مبارياته في ويندوز رقم واحد او الويندو رقم واحد في الويندوز المتتابعة في تصفيات الافرو باسكت. الحقيقة ده افرو باسكت او بطولة افريقيا لكرة السلة مش بس هتبقى انت المجموعة دي المؤهلة ليها، انتوا عندك اربع فرق بيلعبوا، عندك مدغشقر، عندك مصر، عندك كوت ديفوار، وعندك وسط افريقيا، اربع فرق بيلعبوا. الاربع فرق دول هياخدوا ثلاثه منهم يتاهلوا للافرو، كان غالبا خلاص هو وسط افريقيا مصر وكوت ديفوار وسط افريقيا. مصر بتلعب دلوقتي مع وسط افريقيا، انا كان اخر خبر جالي او اخر حاجه الكوارتر الثالث، وكوت ديفوار فرقه بست نقاط، فريق كوت ديفوار فريق يعني جامد جدا. انا شفت امبارح مباراته مع وسط افريقيا مدغشقر ووسط افريقيا، لا حته فرقه جامده قوي بصراحه. كوت ديفوار على فكره لعبت كاس العالم اللي فات، فرقه جامده قوي فايزه على منتخب مصر حتى الان بفارق ست نقاط. عمرو الجندي عامل ماتش يعني قصه حكايه، ربنا يحميك يا عمرو. عمرو يعني من اللعيبه الممتازه، اللعيبه اللي بالنسبه لها العمر مجرد سن، او السن مجرد رقم، انا اسف، العمر مجرد رقم. وعمرو الجندي من اللعيبه اللي بتتمرن وشغاله ومركزه، ربنا يوفقه، وشايل النادي الاهلي وشايل منتخب مصر. طبعا عندنا ثلاثه لعيبه من المنتخب موجودين مع المنتخب، عمر حاتم وكريم عمر الجندي وكريم حاتم وعمر طارق، بالاضافه لسيف هنداوي. انا هفضل دايما اقول سيف هنداوي ليه؟ لانه ابن النادي الاهلي وبيلعب في الام بي اكاديمي وانضم الجامعه في الان سي دبليو اي هذا الموسم. من باب تأييدنا طبعا ومن حرصنا الشديد اللي على تأييد منتخبنا المصري، كاميرا الأبطال كانت موجودة في آخر مران لي قبل انطلاق البطولة دي، كانت موجودة وسجلت مع اللعيبة وبعض الجهاز الفني. خلينا نشوف قالوا إيه قبل انطلاق المباريات وأرجع لحضراتكم تاني. البدايه طبعا البدايه كانت من يوم 7 فبراير، التيم بعد بطوله السوبر الاولاني لعبوا ماتش ووقفنا على كده، ان هو طبعا الكوتش كان طالب يبتدوا من يوم 4، انما يعني حصل ان في طبعا ماتشات كان لازم تنتهي في الفتره دي، لان الجدول بتاع المسابقات الحقيقه مضغوط جدا، لان عدد الايفنتات اللي عندنا كتير جدا، فبالتالي يعني قلنا لا نقف في الحته دي عشان نديله فرصه ان هو يبتدي يمرن اللعيبه. بدايه حماسيه كويسه، ان شاء الله عملنا مباريات هايله في قطر، كان ده الكامب اللي ما كان موجود اللي هو كان متاح في الفتره اللي فاتت دي، انما يعني عملنا مباريات قويه جدا، وطبعا الفريق فاز بالبطوله طبعا، بس هي بطوله وديه، احنا يعني فرقنا اقوى بكتير وعلى اعلى مستوى من الفرق الموجوده، بس بنقول ده استعداد طيب، استعداد كويس جدا. اعتقد انه من المهم جدا بالنسبه لنا ان يكون لدينا اسبوعان من الاستعدادات، وان البطوله في قطر كانت جيده، لذا جربنا الكثير من الاشياء وتمكنا من رؤيه من يمكنهم مساعدتنا في فتره الانتقالات ووضع اللمسات الاخيره على الفريق الان، وانا متحمس جدا لبدء الغد، والمجموعة صعبة حقا. الإصابات جزء من كرة السلة، فهي طبيعية وهي أحد الأسباب التي تجعل لدينا فريقا شابا للغاية، وعلينا أن نشاهد هؤلاء اللاعبين الشباب ونساعدهم، وعلينا أن نتوقع أنه لن يكون كل شيء مثاليا لأنهم شباب وليس لديهم خبرة في هذا النوع من المباريات، وفي نفس الوقت أعلم أنهم سيبذلون جهدا كبيرا وسيحاولون تقديم كل شيء. من الرائع أن يكون هناك لاعبون شباب في مصر لبناء هذا الفريق في المستقبل، لذا أنا متحمس جدا للعب. لا الحمد لله، يعني التحضيرات ماشيه كويس من اول المعسكر، وسافرنا بطوله الوديه في قطر وكانت كويسه الحمد لله، يعني استفدنا منها وقدرنا اكتر ان احنا ناخد يعني رتم الماتشات ونتعود على الكيمستري يعني بين اللعيبه، لان في كذا لعيب جداد المره دي على المنتخب، فالحمد لله يعني التجهيزات ماشيه كويس، وان شاء الله اول خطوه يعني في التصفيات الافريقيه. كل الفرق الافريقيه طبعا يعني مفيش حد ضعيف دلوقتي، كل الماتشات كويسه وكل الماتشات جامده، فيعني هناخدها ان شاء الله خطوه خطوه يعني، ونبتدي بكره بوسط افريقيا ان شاء الله. الحمد لله استعدينا كويس قوي قبل المباراه دي، الاتحاد المصري عمل لنا لعبنا في بطوله الدوحه الدوليه الحمد لله توجنا بيها. الحقيقه اللعيبه كلها مركزه وشادين حنا جامد في التمرين، وكلنا مركزين قبل الماتشات.
الحقيقه شايف ان في كومبيتيشن مش عايز اقول ضعيفه، بالعكس احنا مستعدين لها جدا ويعني مركزين جدا قبل الماتشات دي، وان شاء الله 3 من 3 ان شاء الله. طبعا استعدادات الحمد لله كانت كويسه جدا، وصلنا لعبنا بطوله وديه في قطر كان فيها ماتشين كويسين من 3، الناس كلها ظهرت بشكل كويس، يمكن بس اللعيب الوحيد في الاستعدادات ان ايهاب مش موجود معانا، اصابته في كتفه اثرت شويه ان هو مش هيلحق الماتشات دي، طبعا هيفرق مع الفريق بس ان شاء الله يعني الموجودين يسدوا. يعني 3 ماتشات اقوياء ومهمين واخدينهم يعني خطوه خطوه، اول ماتش افريقيا الوسطى ان شاء الله تركيزنا فيه يبقى كويس، وان شاء الله يعني نقدر نحسم تاهل لبطوله افريقيا من ال3 ماتشات اللي في مصر يعني ان شاء الله. بقى لنا فتره 3 اسابيع بنتمرن مع كوتش هنريك، الفلسفه مش مختلفه قوي عن كوتش روي، فدي حاجه يمكن عامله الادجستمنت بتاعنا اسهل شويه، بس اكيد في ادجستمنت. ولاعيبه الكبار اللي عندنا في الفرقه عمرو الجندي وعمر طارق وهيثم كمال ودوله ولاعيبه جديد، يعني يمكن حتى احنا لعبنا الاتحاد لعبنا مع هنريك السنه اللي فاتت، فالادجستمنت بتاعت الفرقه كلها ماشيه سموذلي يعني الحمد لله. 3 اسابيع كانوا عدوا بسرعه، بس كانوا يعني وصلنا للهدف اللي احنا محتاجينه از ريدي از يو كان يعني في 3 اسابيع. 3 ماتشات كويسين، افريقيا الوسطى ومدغشقر يمكن كان ليفل اقل شويه من كوت ديفوار، بس الهدف بتاعنا ان احنا خلال البطوله وخلال 3 ماتشات نوصل للماتش الثالث نبقى احسن جاهزيه واقصى ليفل يعني بتاعنا، وان شاء الله خير. انا شايف ان احنا استعداد عملنا استعداد حلو بس كان وقت قصير طبعا، بس حاسس ان احنا لمينا حاجات كتير في الاسبوع ونص اللي احنا اتمرنا فيهم والماتشات اللي احنا لعبناها في قطر، وشايف المجموعه بتاعتنا طبعا مش هقدر اقول مجموعه سهله ولا اقدر اقول مجموعه صعبه علينا، ف اللي هو هلعب اللي هو باسم مصر، فهلعب اجمد حاجه عندي، فده اللي هو ده المفروض يعني، وبس ان شاء الله نكسب يعني. انا شايف انه مدرب كبير قوي، وطبعا اللي هو يعني مدرب بقاله خبره وحاسس ان هو مسك منتخبات كتير فعارف يتعامل معانا احنا كلنا، وبس هو ماشي كويس الصراحه يعني مفيش اي حاجه اقدر اقولها يعني عليه. منتخب مصر الحقيقه الجيل ده جيل كويس، يعني جيل من الاجيال الجيده اللي مرت على تاريخ كره السله المصريه. هتلاقي عندك في كل المراكز لعيب واثنين وثلاثه، واللعيبه دي ليها خبرات في جامعات امريكيه، يعني احنا لو بصينا في التقرير اللي فات هنلاقي عندنا عمر طارق خريج احد الجامعات الان سي دبليو اي، هنلاقي انس اسامه لاعب الاتحاد الاسكندري خريج ان سي دبليو اي جامعه لوفيل احد افضل الجامعات الامريكيه في كره السله ومدرسه كبيره في الان سي دبليو اي، عندك سيف هنداوي النهارده خريج الان بي اكاديمي والتحق ب احد الجامعات الامريكيه وتم الاعلان عن كده، عندنا مجموعه كبيره جدا من اللعيبه دي، عندنا كمان كريم حاتم لاعب النادي الاهلي مرشح بشكل كبير للانضمام لاحد جامعات ليفل 1 في الان سي دبليو اي، عندنا يوسف شحاته، عندنا لعيبه كتير لعبت في النهارده منتخب. ايهاب امين، ايهاب امين يعني مش موجود مع المنتخب ولكن احد اعمده المنتخب ولعب في احد الجامعات الامريكيه فتره طويله وكان احصائياته جيده جدا، فالمنتخب ده من احد افضل المنتخبات، وواجبنا احنا كقرارات النادي الاهلي يعني ان احنا نساند اللعيبه دي، واحنا في قرارات النادي الاهلي ما بيفرقش معانا لون التيشيرت اللي انت لابسه طالما ارتديت قميص منتخب مصر، خلاص احنا بنساند منتخب مصر ايا كان القميص اللي انت بترتديه في الاصل، لان دي مهمه قوميه وطنيه واجب على الجميع مساندتها. انا واحد من الناس يعني مثلت منتخب مصر فوق ال20 سنة، والحقيقه كان مهم جدا ان احنا يعني نبقى كيان واحد في النهايه بيمثل منتخب مصر. كل التوفيق لمنتخب مصر لكره السله.